بلدة صافوط الأردنية على مسافة لا تتعدى بضع كيلومترات من العاصمة عمان، يقطنها أكثر من 10,000 نسمة من المسلمين والمسيحيين، وخاصة من طائفتي الروم الأرثوذكس واللاتين، كما يوجد فيها مباني قديمة وحديثة وكنائس تاريخية تدل على أصالة المنطقة وتاريخها العريق. طبعا صافوط هي مدينة أو بلدة مغلة في القدم، يعود تاريخ هذه المدينة إلى الفترة البرونزية المتوسطة، أي 1000 قبل الميلاد، يعني عمر هذه البلدة بحدود 5,000 سنة، مرورا بالعصر الحديدي والعصر العموني الذي جاء فيه العمونيون وسكنوا هذه المنطقة، ثم العصر المسيحي الهلينستي والبيزنطي. بلدة صافوط توجد فيها العديد من المواقع الأثرية المهمة، في مقدمتها تل صافوط. هذا التل يرتفع عن الشارع المار من أمامها القادم من مدينة سويلح باتجاه جرش، يرتفع بحدود 38.5 متر عن الأرض عن الشارع الرئيسي، ويوجد فيه أسوار وكسر فخارية تعود إلى الفترات الزمنية التي تحدثت عنها، اللي هي العصور البرونزية والعصور الحديدية والعصر الهلينستي والعصر البيزنطي. كذلك في صافوط موقع أثري آخر مقابل الكنيسة الحالية للروم الأرثوذكس الموجودة على طريق جرش، اللي هو كنيسة بيزنطية كانت بوابة لها أمام هذه الكنيسة، تعود أيضا إلى الفترة البيزنطية. وهناك نقش مكاريوس كان يوجد في هذه البلدة. وفي الجهة الغربية من صافوط توجد قبور رومانية. بلدة صافوط الآن تمتد من مدينة أبو نصير شرقا حتى الكمالي غربا، ومن صويلح شمالا حتى بلدة عين الباشا جنوبا، وتضم 3 كنائس رئيسية: الكنيسة الأولى كنيسة الروم الأرثوذكس، والكنيسة الثانية كنيسة اللاتين موجودة في وسط البلد، والكنيسة الثالثة كنيسة الروم الكاثوليك، وفيها عدد طبعا لا بأس به من المسيحيين الذين يقطنون هذه البلدة. ويؤكد الأهالي في صافوط أن الوحدة الوطنية بين عائلاتهم وعشائرهم تفوق كل التعبير، وبشكل يبعث على الفخر والاعتزاز، لافتين إلى أن مواطني البلدة لم يفرقوا يوما بين بعضهم بعضا، وأن ثقافتهم ثقافة وطنية مشتركة يتباهون بها جميعهم مسلمون ومسيحيون، إذ يشكلون بوحدتهم لوحة فسيفسائية متكاملة، شعب واحد وأسرة واحدة يتشاركون معا في المسرات والأحزان. إحنا بنعيش حياة هادئة، بنعيش حياة أخوية، بيعاملونا وبنعاملهم كعائلة واحدة، بنشاركهم بمناسباتهم الأفراح والأحزان، بيشاركونا بمناسباتنا بالأعياد المسيحية وبالأعياد اللي هي المسلمة، بلاش نحكيها، برمضان بيزورونا وبنزورهم بيزورونا، بالأضحى نفس العملية. فالنسيج الاجتماعي اللي موجود بقرية صافوط أو بلدة صافوط صدقا إنه أريح من هيك ما في نهائي. كنا عائلة واحدة وأسرة واحدة، الإسلام المسيحي والإسلام، ما في فرق بين المسيحي والمسلم، نقعد مع بعضنا، نتعايش مع بعضنا، عيادنا تكون واحدة، عيادهم وعيادنا واحدة، إحنا نعيدهم وهم يعيدونا، هم يصوموا ويعزمونا على الإفطار وإحنا نصوم وكمان نعزمهم على الإفطار، وهذه العادات الأولية. وهذه الوحدة المتكاملة بين أهل صافوط ليست مقصورة على مجتمع الرجال فحسب، فللمرأة أيضا أنشطة متعددة تقوم بها من خلال هيئات وجمعيات نسوية تصب بمجملها في مصلحة البلدة والتأكيد على عراقة أهلها وتاريخهم المشرف في المنطقة. صافوط في عنا جمعيات تنتين، اللي هي الجمعية الخيرية ضم جميع السيدات أو بمجمل السيدات من القطاع المسيحي ومن الإسلامي،
أما لجنة سيدات القديس جورجيوس فهي بتضم المسيحيين فقط اللي تابعين لكنيسة الروم الأرثوذكس بطلب من المتروبوليت فينيدكتوس اللي هو مطرانية الروم الأرثوذكس. عندهم وظائف وعندهم أشياء يعني بيحبوا أنه يبرزوها للمجتمع ويخدموا فيها المجتمع، من أهمها أنه يكونوا جنب إلى جنب للكنيسة، يعني يكونوا عضيدين للكنيسة، يديروا بالهم على أطفال مدارس الأحد والشبيبة، يديروا بالهم على العجزة، يديروا بالهم على المرضى زياراتهم، يديروا بالهم على القطاع اللي هم الأسر المستورة، بيعملوا كل النشاطات على مدى العام حتى أنه يقدموا هذا الشيء في فصل اسمه معونة الشتاء.